سؤال رقم 10. Consider the AM signal AC cosine omega CT زائد 2 cosine omega MT في cosine omega CT. For demodulating the signal using envelope detector, the minimum value of AC should be. مطيني اوبشنات. السؤال شنو معناته؟ انه انا مطيني اشارة AM استخدم طريقة الانفلوب ديتكتر لكشف هذه الاشارة، ما مقدار قيمة الامبليتود مات الكارير؟ الخطوة رقم واحد حتى ابدي احل هذا السؤال انه اولا اقارن الاشارة ماتي او احول الصيغة هذه بصيغة الستاندر. شنو صيغة الستاندر؟ انه انا اكتب المعادلة ماتي اللي هي بصيغة يعني اقارنها مع الصيغة الرياضية الستاندر لاشارة الاي ام. فهي الستاندر مالتنا اي سي زائد 2 كوساين اوميجا ام تي في كوساين اوميجا سي تي. هذه واحد. الملاحظة الثانية، بما انه انا مستخدم مبدأ الانفلوب ديتكتر، القاعدة اللي عندي هنا انه في حالة الانفلوب ديتكتر يجب ان لا يكون مقدار قيمة المودوليشن اندكس اعلى من الواحد، يعني ما صار عندي حالة الاوفر مودوليشن. تحت هذا الشرط انه لازم يكون عندنا انه مقدار قيمة الماكسيمم للاف اوف تي، ماكسيمم نقصد بالاف اوف تي يعني اشارة المعلومات، هو يجب ان يكون اقل من او مساوي الى مقدار الامبليتود مات الكارير. هذا يعني شنو؟ انه اشارة المعلومات اللي موجودة عندي هي هذه، يعني 2 كوساين اوميجا ام تي هي يجب ان تكون اقل او مساوي من مقدار قيمة الاي سي. زين، الامبليتود طبعا مالتها من هو؟ من نقول انه الابسوليوت فاليو نقصد به الامبليتود اللي هو منه الاثنين، يعني هذا يساوي، هذا يعني انه 2 اقل او تساوي مقدار قيمة الاي سي، او بمعنى انه مقدار قيمة الاي سي اللي هو الامبليتود يجب ان يكون اكبر او يساوي 2. بالتالي الاوبشن راح يكون مالتي هو اي، باعتبار انه اكبر او تساوي 2 هنا مطيني الاثنين. سؤال رقم 11. طبعا هذه الأسئلة تعتمد على الفهم العام للطالب، على اعتبار انه راح جاي نناقش مجموعة افكار مو فقط حسابات رياضية. السؤال اللي هنا، Which of the following demodulators can be used for demodulating the signal؟ اي من هذه الطرق ممكن انه تصلح لكشف هذه الإشارة؟ ال x of t الإشارة اللي مطينيها هي 5 1 زائد 2 كوساين 200 باي تي مضروبة في كوساين 20,000 باي تي. هذه إشارة هي إشارة مضمنة بنوع من أنواع ال AM. هل إنه تصلح طريقة الانفلوب أو سكوير لو أو سايكونس ديمودريتر أو نون of the above؟ أي طريقة من هذه الطرق هي اللي راح تكون مناسبة لكشف هذه الإشارة؟ حتى ابدي اولا لازم اقارن الاشاره مالتي والستاندر حتى احدد شنو نوع هذه الاشاره واوجد الطريقه المناسبه لها، يعني شنو النوع مالتها، هل هي نورمال اي ام، دبل سايد باند، سنجل سايد باند، فيستيجل سايد باند، حتى احدد الطريقه المناسبه لها. فهسه اولا الستاندر بالنسبه لنا الصيغه الرياضيه لاشاره الاي ام اوف او تي هذه هي عباره عن اي سي 1 زائد ام كوساين اوميجا ام تي مضروب في كوساين اوميجا سي تي. هذه صيغه النورمال اي ام. خلي اقارنها، باعتبار جاي اقارن هسه هذه الاشاره مع هذه الاشاره، قيمه الاي سي 5 بالمقارنه، قيمه المودوليشن اندكس 2. زين، اقول بما انه مقدار قيمه الام هو 2 هذا يعني انه هذه حاله شنو؟ الام اعلى من 1، هذه حاله الاوفر مودوليشن. حاله الاوفر مودوليشن، القاعدة اللي عندي أو الملاحظة أنه دائما إذا كان عندي مقدار قيمة المودوليشن إندكس هو أعلى من 1 أو مبدأ الأوفر مودوليشن متحقق، طريقة الديدكشن المناسبة لكشف الإشارة هو سايكونس مودوليشن أو سايكونس ديدكشن مثلا. بالتالي الإشارة لا يمكن أن تستخدم ب يعني ما يمكن كشف باستخدام الإنفلوب، الخطأ اللي يستخدم أو الشائع عند الطلاب باعتبار طريقة الإنفلوب هي الطريقة المستخدمة لكشف النورمال أي أم والإشارة مالتي نورمال أي أم، لكن هذا تصلح في حال كون ان مقدار قيمة المودوليشن اندكس هو اقل من او مساوي للواحد. في حالة الاعلى من واحد ما ممكن انه استخدمها، فبالتالي الخيار مالتي راح يكون هو الاوبشن رقم سي، استخدم طريقة السايكونس ديدكشن. سؤال رقم 12. السؤال اللي هنا انه ان اي ام سيجنال is detected using an envelope detector. إشارة AM استخدم مبدأ الانفلوب ديتكتر لكشفها.
The carrier frequency and modulation signal frequency هو على الترتيب الكارير 1 ميجا والانفورميشن مالت 2 كيلو. An appropriate value قيمة مناسبة for the limit an appropriate value for the time constant of the envelope detector is ما مقدار قيمة التايم كونستانت للإشارة مالتي أو ما هي القيمة المناسبة لمقدار قيمة التايم كونستانت لاعتمادا على هذه القيم مالت من مالت الفريكوينسيز للكارير والانفورميشن. مطيني اوبشنات زين حتى احدد مقدار قيمه التايم كونستانت. انه اولا القاعده اللي عندي ان مقدار قيمه الار سي اللي هو التايم كونستانت ار في سي هو ما بين اعلى من مقدار واحد على الكارير فريكوينسي واقل من مقدار واحد على الاف ام. فبالتالي من احقق هذا المبدا اقول ار في سي هو اعلى من واحد على واحد ميجا هرتز واقل من واحد على 2 كيلو هرتز. زين هذا يعني انه قيمة الـ RC هي اعلى من 1 مايكرو سكند واقل من 0.5 ملي سكند.